ناس كتير نزحت من الشمال أو من وسط غزة من المدينة وطلعت على الجنوب، وشافت كمان قصف، طبيعة إنسانية، طبيعة الخوف من الحرب، خوف على أولادها. إحنا عندنا مشكلة إنه إحنا خايفين على الجيل تبعنا، لأنه هذا الجيل هو اللي هيكمل المسيرة، هو طبعاً اللي هيدافع عن الأرض، هو اللي هيطالب بالأرض، فهم طبعا كل استهدافهم للأطفال. فهدول يعني المجموعات اللي طلعت كمان نزحت، في منهم رجعوا دورهم تاني، يعني قال لك إحنا طول الوقت إحنا معرضين للخطر، فلا إحنا بدل ما إحنا بنكون مجهولي الهوية، يعني استشهدنا ومجهولي الهوية، ما حدش يعرف إحنا عايشين ولا ميتين، إحنا نرجع مكاننا ونرجع بيوتنا ونواجه قضاء ربنا. يعني صار في استسلام بالأمر الواقع، بس في المقابل إحنا مش هنترك هاي الأرض، ثبات فيها. فالمشهد العام إنه إحنا حوالينا طول الوقت في ضرب، في بنشوف شهداء قدامنا بيترموا، أشياء ما بتستوعبها. يعني إحنا لما بنشوف أو بنسمعهم على التليفون في قوة في كلامهم، لما يردوا عليك بتحس إنه عندهم القوة، ما بتحس بضعفهم نهائياً، ما بنحس بضعفهم. يمكن إحنا ده اللي بيقوينا أكتر. إحنا أنا دايماً بحكي لهم إنه إحنا بنستقوى من قوتكم أنتوا. إحنا في الشتات برا لما بنشوف المشاهد هاي في الحروب هاي كلها بنضعف، بنخاف عليهم. احنا بنشوف حتى يعني ازاي الاب بيودع اكتر من ابن، اكتر من طفل، وبيحتسبهم عند ربنا وعنده ايمان غير طبيعي، مش عارفين مصدر الايمان ده ازاي، قوي جدا، انه مستعد يقدم ابنه الثاني والثالث والرابع في سبيل القضيه وفي سبيل التمسك بالارض.